فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. القرآن هنا اختصر أوجز القصة، غلاما فقتله. الروايات، تجميع الروايات في المشهد ده مؤلم جدا، يعني أنا هنا بقرأ روايات تتألم، تتألم يعني فعلا الألم، تتألم نفسيا لما تقرأ الروايات. لو أنت كمان ما كملتش بقى القصة، رواية أنه كان غلاما ظريفا يلعب مع الصبيان، كل ده في الصحيح. في رواية خارج الصحيح هي مروية رواها قتادة عن عبد الله بن الشخير قال قال فرح به يوم ولد. الابن ده أبوه كانوا فرحانين به جدا، وكان ظريف وكان بيلعب مع الصبيان، والخضر مش مثلا اتخبط فمات، ولا موته موته مثلا لمسه كده فمات، أضجعه على الأرض. وفي رواية أنه ذبحه بالسكين، وفي رواية اقتلعه بيده، ورواية تانية خارج مش فاكر كانت خارج البخاري ومسلم ولا ضربه في الجدار أو بحجر، لدرجة أن بعض المفسرين جمع بين الثلاث روايات أنه ضربه ثم قطع ثم ذبحه بالسكين ثم اقتلعه بيده وقاعد بيلعب لم يبلغ الحنف. وفي رواية في الصحيح فذعر موسى ذعرة منكرة، خط جدا من اللي بيحصل. انت متخيل مشهد، يعني تخيل لو انت بتشوف مشهد زي ده، طفل شكله ظريف ابوه وامه فرحانين بيه بيلعب ما بيعملش حاجه، يجي واحد يخبطه ويذبحه بالسكينه ويفصل راسه عن جسده. هذا المشهد رحمه ازاي؟ يعني انت متخيلين يا جماعه ان من رحمه ربنا بينا ان يجيب لنا مشاهد زي دي عشان يعرفنا ان مهما كان الحدث صعبا ومؤلما قد يكون في باطنه رحمة وأنت لا تشعر. يعني فعلا أنا بحس أن القصة دي هي عبودية العقل، القدر هو تعبيد العقل. الإيمان بالقدر يا جماعة من أصعب، كنت سمعت فعلا لأحد الدعاء بيتكلم في المعنى ده، إن القدر ده من أصعب الأمور. الإنسان قد يصبر على أشياء وقد يقوم بعبوديات، قد يطيل القيام، قد يسهر الليالي في طلب العلم، قد يفعل ويفعل، لكن يجي عند أحداث يبقى عايز يقول يا رب ليه مش قادر أفهم. يعني بيقرأ في أحداث السيرة اللي مش عارف نهاية الأحداث، طب ليه ده يموت، طب ليه يتحصروا، طب ليه يتعذب، طب ليه يسافروا، طب ليه يهاجروا، طب ليه دي تموت، طب ليه ده ممكن تفضل لو قاعد تقول لي أحداث عجيبة وسبحان الله يكون فيها لطف. اللي يقرأ قصة يوسف ورجعوا بقى إلى سورة يوسف، إزاي أحداث عجيبة ولطف من الله سبحانه وتعالى. إحنا هنأجل التفسيرات دي زي ما إحنا ماشيين مع سياق القصة. فسيدنا موسى قال لقد جئت شيئا نكرة، نكرة قالوا أصعب من إمرة، يعني الخرق ممكن يتصلح، طب اللي اتقال ده هيصحى إزاي؟ لقد جئت شيئا نكرة. برضو الخضر ما ردش عليه، وتم ثبات الخضر عجيب. قال لم أقل لك، المرة دي زود لك لأن فيها تعنيف زائد، إنك لن تستطيع معي صبرا. فتخيل سيدنا موسى ما بين، يعني زي ما بنقول إحنا كده ما بين نارين، بيشوف حاجات غلط أو فهو شايفها غلط ومش قادر يمسك نفسه، ده فطرته في إنكار المنكر. وهكذا المؤمن، إحنا للأسف بينا بنشوف المنكر عادي، بينا ما بيحصلش حتى الذعرة المنكرة التي ذعرها موسى عليه السلام، بينا بنشوف المنكرات عادي للأسف. تكلم عن نفسي، وما بين ان ربنا اللي اشار اليه بذلك. فطبعا لو كان حد تاني لا كان موسى انكر عليه، لكن ربنا اللي قال له، قال له طيب بص واضح فعلا ان العلم ده غريب عليا ولن استطيع ان اتحمل. فلو واضح ان الامور استمرت كده، يعني واضح ان لو استمرت كده مش هستطيع ان اتحمل اللي يحافظ على فطرته تجاه انكار المنكر، مش هعرف. قال ان اشك ان انا بس ربنا يساعدني واصبر، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحب قد بلغت من لدني عذرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذته أي موسى عليه السلام من الخضر ذمامة، أي حياء وإشفاقا. قال وددنا أن لو موسى صبر، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية لو صبر موسى لرأى العجب. الجملة دي تنفع شعار في حياتك، لو أنت صبرت على أي طريق بتسلكه إلى الله سترى العجب. لو صبرت في العلم هترى العجب، لو صبرت في الدعوة هترى العجب، لو صبرت في العبادة هترى العجب. أي طريق
بينك وبين الله تصبر فيه ستجد المشقات والعقبات وتصبر فيه سترى العجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن لو موسى صبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ده علم عجيب. يعني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب يعني تمنى إن لو كان موسى صبر قال أن حدثنا أكثر، كان عايز يسمع أكثر من مثل هذه القصص. لكن قدر الله كان أمر الله قدرا مقدورا. قصة كلها